من حوالي 13.7 من 10 مليار سنة الكون بتاعنا تولد، الطاقة، المادة، الزمان، المكان خرجوا للوجود، والنظرية اللي بتفسر الكلام ده نظرية الانفجار الكبير. بعدها ب 300 ألف سنة المادة والطاقة بدأوا يتجمعوا مع بعض عشان يكونوا الذرات، والذرات بدأت تتجمع عشان تكون الجزيئات. والعلم اللي بيفسر اللي حصل بالظبط هو علم الكيمياء. ومن حوالي 3.8 من 10 مليار سنة جزيئات معينة بدأت تتجمع على كوكب الأرض، اتجمعوا فكونوا خلايا بدائية أو كونوا شكل بدائي من أشكال الحياة. يعني أول ظهور للحياة كان من حوالي 3.8 من 10 مليار سنة. والنظرية اللي بتفسر اللي حصل بالظبط وإزاي الحياة ظهرت هو الأبيوجينيسيس، أو ما يسمى بالتولد التلقائي. وعلى مدار ملايين السنين الخلايا بدأ يحصل لها تطور دارويني لحد ما ظهرت أشكال الحياة المتنوعة، الأسد، الحوت، الزرافة، الحشرات، ومن ضمنهم الإنسان اللي ظهر من حوالي 70 ألف سنة. والنظرية اللي بتفسر الكلام ده هي نظرية داروين أو نظرية التطور. ومن حوالي 70 ألف سنة بس ظهر الإنسان العاقل أو ما يعرف بالهومو سابينس. في السلسلة دي هنتكلم عن الإنسان بداية من ظهوره اللي من حوالي 70 ألف سنة لحد التطور التكنولوجي وتقدم العلمي اللي عمله على مدار 70 ألف سنة. الإنسان إزاي أنشأ فكرة وجود الله؟ إزاي الإنسان ابتكر الأديان؟ إزاي الإنسان بنى مؤسسات وشركات مالية؟ كل ده هنعرفه مع بعض في السلسلة دي. السلسلة دي مأخوذة من كتاب العاقل لنوح حراري. الكتاب ده هحوله لسلسلة فيديوهات. الكلام اللي قاله نوح حراري في كتابه العاقل أنا هنقله زي ما قاله بالظبط في سلسلة فيديوهات. مش كل الكلام اللي قاله نوح حراري أنا متفق معاه، في حاجات كتير أنا مخالف فيها المفكر نوح حراري، ولكن أنا هنقل كل الكلام اللي قاله، يعني هيبقى فيه انحياز علمي تام سواء أنا مؤيد لكلامه أو معارض لكلامه. السلسلة دي مهمة جدا عشان تعرف تاريخ الجنس البشري، عشان تعرف إزاي الإنسان بيفكر، عشان تعرف إزاي الإنسان تخطى الصعوبات، إزاي الإنسان بنى الشركات، إيه الثورات اللي أثرت في فكر الإنسان وخلته يتقدم. كل ده هنعرفه مع بعض في سلسلة العاقل. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وتستاش تعمل اشتراك، واستنينا الفيديوهات الجاية في سلسلة العاقل. شوفكم على خير الفيديو الجاي. السلام عليكم.